زي ما انت ذكرت في سياق الكلام بتاعك او في بدايه كلامك يا كابتن اسلام، هو الدوري بقى ماضي خلاص. بالظبط. تمام؟ احنا عندنا بطوله افريقيه، تمام، عندنا مباراتين هنا على برج العرب يوم الاحد اللي جاي يوم 11 الساعه 7 بالليل، وعندنا المباراه الثانيه قد تكون يوم 23 باختيارنا. نعم. وعندنا مباراه مع بيراميدز، ثم مباراه ثانيه في كاس ان شاء الله الرحمن، احنا نكون موفقين فيها الاول يعني. لكن خلينا ناخد خطوه خطوه يعني. البطوله الافريقيه غاليه جدا علينا، البطوله الافريقيه يعني كل الناس بتشتغل عليها، كل الهدف الكبير او الهدف الاساسي هي البطوله الافريقيه، لكن عندك بطولات ثانيه كمان يعني. صحيح الكاس مش هو البطوله الاساسيه اللي بتبقى هدف لكل الانديه الكبيره، لكن في النهايه دي بطوله مستهل الموسم، فمهم جدا ان شاء الله الرحمن ان احنا نأدي فيها بشكل كويس وناخدها ان شاء الله الرحمن ونبقى حاصلين عليها يعني. فخلينا ناخدها مرحله مرحله ونفصل ما بين البطوله والثانيه يا كابتن اسلام. طيب البطوله الافريقيه هل تم وضع القائمه؟ طبعا الميعاد عدى انا عارف، لكن يعني هل النادي الاهلي اعلن رسميا القائمه الافريقيه للمباريات القادمه؟ اه طبعا، يعني الشناوي كحراسه المرمى، الشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي، محمد هاني واحمد فتحي، رامي ربيعه وانيق اشرف وياسر ابراهيم ومحمود متولي، علي معلول ومحمود وحيد، اليو وحمدي فتحي وعمرو السليه وحسام عاشور، صالح جمعه ووليد سليمان وقفشه وحسين الشحات وجيرالدو واحمد الشيخ واجاييه ورمضان صبحي وازار ومروان محسن وصلاح محسن. دي القائمه بتاعتنا 26 اسم. 26 اسم، دي القائمه الافريقيه الرسميه للنادي الاهلي زي ما حضراتكم شفتوا. يبقى اربع اسماء طبعا. اه لعيبه موجوده، عندك حالات مصابه زي سعد سمير، زي محمد محمود، زي كريم نزل، عندك اربع اسماء ان شاء الله يكونوا موجودين معانا. بيتأيدوا امتى يا كابتن سيد؟ بيتأيدوا من 1 يناير ان شاء الله. اه يعني ابتداء من شهر يناير، هم دول ال 26 اللي هيكملوا لغايه يوم 1 يناير ان شاء الله. طيب كابتن سيد